ده بتاع الغاز ده يعني الشركة دي لقاته أو المقاول ده لقاه يعني، هل هو هي صرف فلوس ولا ما صرفش؟ هو صرف فلوس كتيرة. طب لغاية ما نقطة الغاز تطلع من تحت الأرض هيصرف ولا مش هيصرف؟ هيصرف. هيصرف قد إيه؟ مش أقل من 4 مليار دولار. تمام؟ هيصرف 4 مليار دولار، هو صرف قبل كده مبلغ، يبقى على ما يجي ينتج نقطة غاز من تحت الأرض يكون صرف له مبلغ كبير يعني. يجيب منين المبلغ ده اللي صرفه ده؟ فالاتفاق اللي هو القانون اللي الناس بتقول يعني مش عارف هياخد مننا واحنا هناخد منه والأجانب ومش الأجانب، لا، هو الراجل ده مقاول جه اشتغل، فلازم تديله ايه؟ تديله أجرته. جاب معدات من عنده، تديله ثمن المعدات، حط لك حاجات هتفضل بتاعتك للأبد لازم ايه؟ تعوضه عنها. القانون بيقول بيديك انت الحق انك انت يتعوضه، تعوضه فلوس، تديله فلوس، الفلوس اللي صرفها تديها له فلوس نقدا، او تديله حصة من الغاز، يعني تديله حصة من الغاز اللي بينتج ده، يديله فلوس، ده على حسب ما حضرتك عايز.